النهاردة هنكمل شابتر 5.4.2، آخر جزء في شابتر 5 اللي هو بيتكلم على graph و plotting. الجزء الأخير فيه بيتكلم عن إزاي تستخدم البلوت إديتور، وده عبارة عن جزء من البرنامج بيتيح لك إنك تتحكم في الشكل graph بتاعك بدون إنك تكتب أكواد، بدون أكواد. بس قبل ما نشرحه يعني حبيت أنوه عن احنا قلنا يعني من ماكسيمم و مينيمم وماكسيمم. طبعا لو لاحظت ان الواي 1 هي داله في اكس، يعني الواي 1 هي داله في اكس، احنا حطينا اكس باي قيم، وقلنا واي مينيمم يعني هات لي اقل قيمه في اكس في صفر، تمام، وواي ماكسيمم اكبر قيمه في الجراف اللي هو 6 في 12. طبعا القيم دي بتتغير حسب القيم اللي انت بتدخلها الاكس، يعني دخلت اكس مثلا بباي في 2، دخلت اكس بواحد واتنين خط مستقيم مثلا ارقام 1 2 3 4 5 6، وقلت ان الواي مثلا دي 2 اكس فتبقى خط مستقيم بهذا الشكل. انت دخلت الاكس مثلا من 1 لغاية 10، تمام، وقلت ان الواي بتساوي 2 في اكس، دي معناه ان معادلة الخط مستقيم، كل شوية الاكس هتزيد في 2، تبقى كده تمام. دي طبعا المينيمم اقل قيمة هي القيمة دي، واكبر قيمة مثلا هي القيمة دي بالنسبة ل y و x، فدي معنى كلمة x minimum او x maximum، تمام. فانا قلت ال y 1 من maximum minimum x جاب لي صفر، و maximum y x جاب لي القيمة دي. طيب الاكسس ايكوال يعني بيخلي المقياس الرسم متساوي، تمام، الاكس سكوير بيربع مقياس الرسم ده. الجي تكست هي عبارة عن، يعني انت قلت الجي تكست وحطيت كده، هي طبعا ما فيهاش مثال في الكتاب بس انا جربتها يعني ما فيهاش اي مشكلة. دي عبارة عن تكست عادي بتحطها في اي مكان في الشاشة، قلت جي تكست مثلا فتحت قوسين واتنين كوتيشن اكتب فيها اي كلمة، دي يعني ايه تحطها في اي مكان في الشاشة اللي هو جراف، بس عن طريق الماوس تحطها في اي مكان على الجراف بواسطة الماوس. ازاي؟ اكتب مثلا هلو اي كلمة ودوس انتر، هيجيلك علامة الماوس كده بتقولك تحب تحط العلامة دي فين، حطها هنا مثلا، حط الهلو هنا. دي كده اخر حاجه في الشابتر. تعال بقى نكمل الجزء اللي هو بتاع بلوت اديتور. البلوت اديتور، يوزنج بلوت اديتور نعمل ايه؟ طبعا خلاص احنا مش عايزين دلوقتي، اقفله واعمل كلير بس سي اللي سي كلير يعني الشكل. طيب عايز بقى استخدم البلوت اديتور، مش عايز اكتب اكواد، عايز اتحكم في الرسم عن طريق البلوت اديتور. فبقول فيجر بيطلع لي شكل ابيض بالشكل ده، تمام، بدوس على العلامه دي شو بلوت تولز اند دوك فيجر، دوس عليه يجيب لو في رسمه انت راسمها بتيجي هنا، يعني مثلا نقول مثلا ساين واي 1 ايكوال ساين، طبعا حاطين كام اكس في البرنامج قبل كده، ساين اكس او ساين مثلا عايزين نحط قيمة x، ثانية واحدة بس الكيبورد بيعلق شوية، أيوة ساين x، تمام، y مثلا بتساوي ساين x، فجاب له قيم كتير للساين، تمام. أنا عايز أعمل إيه بقى؟ عايز الدالة دي تظهر على الشاشة، فبقول plot x كم اكس يعني مع واي 1، طلع لي دالة الساين زي ما انت شايف، تمام. انا عايز اكتب بقى الاكس ليبل والواي ليبل والحاجات دي. انا ممكن لو قفلت دي وقلت فيجر هيطلع لي فيجر ابيض. طيب انا ممكن اشتغل على الفيجر وهو موجود، اشتغل على الفيجر وهو موجود، يعني اقول بلوت اكس وواي 1
انت بقى كنت مثلا عايز تكتب حاجه هنا في الاكس ليبل، عايز تكتب حاجه في الواي ليبل، تكست ليجند، الحاجات دي صح. كنا بنكتب الاوامر هنا، نكتب هنا. لا انا عايزه بقى، مش عايز اكتبها هنا، انا عايز عن طريق الفيجر نفسه مباشره اعمل الكلام ده. فبدوس على كلمه show plot tools and duct figure، بيظهر لي مجموعه متغيرات او بوكسز. هنا البوكس بتاع 2D او 3D، عايز تشتغل 2D او 3D. هنا ال variables اللي انت حاططها في البرنامج. هنا ال annotations، عايز تضيف line لل graph، دوست على line هيضيف لك line. تمام، عايز تمسحها تدوس delete، double line وهكذا، ellipse زي ما انت عايز. عايز تحدد ال figure name، ال color، ال figure color. تمام، تلعب بقى براحتك في ال graph. تمام، مفيش مشكلة يعني. عند كلمة access no title، access no title يعني مفيش title للاكسس، انت عايز تحط مثلا title. فأول ما دوست على الاكس نو تايتل دي اللي هي في البلوت براوزر، تمام، جاب لي الاكس، الاكس ليبل والواي ليبل والزد ليبل. طبعا احنا ما عندناش هنا زد، زد يعني شغالين 2D، فا اكس ليبل واي ليبل. عايز اكتب مثلا اكس اكسس مثلا او هاي، كتب لك هاي في الاكس اكسس. عايز اكتب في الواي اكسس مثلا واي، كتب لك واي. هل اي حاجه بقى اتش مثلا، ماشي. بالنسبه للاكس اكسس عايز تعكس الجراف ريفرس، تخلي بالشكل ده. في الواي اكسس عايز تعكس الجراف برضو بهذا الشكل. ده بالنسبه انك تكتب اكس اكس اكسس، واي اكسس، اكس ليبل، واي ليبل. لو عايز تعمل جريد بالنسبه للاكس، هيجيب لك الجريد بتاعت اكس. عايز الجريد بتاعت الواي، تدوس على الواي. عايز تمسحهم، تمسحهم. عايز تكتب تايتل مثلا this is plot، ماشي، a plot، a plot of x و y. هنا جاب لك الايه التايتل. عايز تكتب اللي انت عايزه بقى، خلاص شغل عالي بقى. تتحكم بقى في البارز، تتحكمها تخليها لاين اريا مثلا، ستيرز اللي هي التلة المربعة دي، ستيم لاين. تتحكم في كل حاجة بقى عن طريق الحتت دي كلها. دي كده باختصار شرح اللي هو آخر جزء في ماتلاب. إن شاء الله أكون فدتكم، ودعواتكم إن شاء الله تكون دائما يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.